ثم قال وما بال أقوام لا يتعلمون ولا يتفقهون. جعل المسؤولية على المعلم أن يعلم وعلى الجاهل أن يتعلم. يا ترى المدنية الآن المعاصرة وهذه القوانين الإيمانية ليست خاصة في نظر الله بشعب دون شعب، إن العرب هكذا يجب أن يعملوا أو الإيرانيون هكذا أن يعملوا، هذا قانون لكل شعوب، لكل شعوب العالم، لأن رسالة محمد كانت رسالة لكل شعوب العالم. ولذلك لما المسلمون حرروا الشعوب من الاستعمار الشرقي الفارسي ومن الاستعمار الغربي الروماني البيزنطي، لما تحررت الشعوب من الاستعمار قام العرب المسلمون بتحرير هذه الشعوب من الجهل أيضا، فقاموا بتعليمها بكل ما تعلموه من رسالة السماء، وقاموا يعلمونهم الأخوة الإنسانية والمحبة الإنسانية والتعاون الإنساني. فكان الإنسان في الصين يشعر بألم الإنسان على شاطئ البحر الأطلسي في العالم الغربي وبالوسائل البدائية. فلو كان في زمن سيدنا محمد أو زمن سيدنا المسيح من وسائل الإعلام كالتلفزيون أو الإذاعة أو الطباعة أو الورق، لا أمكن أن يوحدوا العالم في عام واحد أو أقل من ذلك. لذلك لا سعادة، انتهى وقتهم؟ اي طيب، ضيوفنا الظاهر عند الموعد وفاء بالموعد يمكن أن يفارقونا، وبسلامة الله ونرجو أن نلتقي بعد الظهر في المزرعة أيضا، وأهلا وسهلا بكم جميعا. فبهذا التعليم السماوي انقلب وتحول، مع سلامة الله ورعاية الله، عشرات الشعوب ومئات اللغات مع اختلاف الألوان انقلبوا إلى أمة واحدة، وعشرات ومئات الأوطان توحدت في تحت راية وطن واحد وفي ظل أسرة واحدة وكشخص واحد.